صدر العدد الجديد من مجلة شبكة العراقية، اقرأ في هذا العدد. ملكة جمال بريطانيا سارة أرجر: أنا عراقية وسأرفع علم بلادي في أكبر المحافل الدولية. أرخيتا: سكنها الجوهري وعاشت فيها عائلة الأعيان والوجهاء والساسة، مع كلمة أولى بقلم رئيس التحرير جمعة الحلفي. عن جدارة واستحقاق: الليوث يقطعون نصف الطريق إلى السامبا. التحرش الجنسي ظاهرة غير أخلاقية تنغص حياة المرأة. مع أبواب الشبكة الثابتة: أسرة، أبراج، فنون، تحقيقات، تكنولوجيا، كاريكاتير وأخبار رياضية. ونقرأ في المنتهى: السلام على العراق، بقلم الدكتور علي الشلاه. مجلة الشبكة العراقية، مجلة العائلة العراقية، تصدر عن شبكة الإعلام العراقية من بغداد.